أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الخلاف رحمة كما نسمع؟ من قال أنه رحمة؟ الله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، استثنى من رحم ربك من المختلفين، فدل على أن الرحمة في الاتفاق، الرحمة في الاجتماع وليست في الخلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.